لطيف. طبعا احنا ما محيئين هاي الاسئله ولكن عظيمه حقيقه، عاشت ايدك. بالاضافه الى مجتمعنا زين. مرحبا جميعا، هاليوم شرفني ونورني الاستاذ محمد ورده مهندسنا العزيز من مؤسسه او منظمه الموسوعه الهندسيه من ترونهايم. تخيلوا جانا من ترونهايم الى اوس الى اوسلو. اهلا وسهلا استاذ، نورتنا. انا كل سعيد ان انت معانا، نورت البيت وشرفتني. إلي الشرف، وكثير انا سعيد بجيتي هون على اوسلو، مخصوصا انه نقعد هيك وندردش شوي ونحكي شوي وتكون يعني هي نقلة نوعية بالنسبة إلي من وراء الشاشة لقدام الشاشة. يعني أنا كنت أتابعك بس من خلال الفيديوهات يعني، فأنا كنت وراء الشاشة، فأنا صرت بقلب الشاشة مع حضرتك، وأنا إلي الشرف. أنا محظوظ. أنا إلي الشرف إني التقى فيك ويكون في إلنا أعمال مشتركة، وأنا من الأشخاص اللي كنت سعيدين وقت اللي أنت قعدت وعطيتني أول فنجان قهوة. فلما انت اعطيتني فنجان قهوه حسيت بنوع من انه هل يعقل انه الاستاذ فاروق لا يمعود. لا يمعود، بالعكس انا مؤمن انه احنا شباب. اقدر اسالك سؤال، كم عمرك او لا تقدر ما تجاوب؟ 31. 31 عظيم، واني قبل 10 ايام صرت 33. فحسيت عمرك ان شاء الله. الله يخليك. الان ثيابنا احنا بال 30، انت تخيل، تخيلوا شباب بعد 20 سنه من أنا أصير بالخمسين وأنت بالخمسين، وين لح نصير؟ بأي مركز، بأي مدينة، بأي منصب، بأي مسؤولية؟ فكلش عظيم أنه إحنا خلال هاي العشرين سنة القادمة أنه واحد يمسك إيد الثاني، واحد يدعم الثاني، واحد يدفش، لا يدفش يدفع الثاني. فأهلا وسهلا بيك. هلا بيك. طبعا هلك أستاذ فاروق، احنا عاملين برنامج اسمه بودكاست الموسوعة الهندسية. لطيف. فاليوم انت نور الحلقة اللي عنا يعني، وراح تزين لنا الحلقة، وراح يكون لقاء ان شاء الله من اللقاءات التي تؤرخ يعني، ان شاء الله. واللقاءاتنا السابقة كمان تؤرخ يعني، وكان فيها عبرة وفائدة للجميع. صح. ونتمنى الكل يستفاد من المحتوى اللي عم نقدمه بخصوص مجال العمل والبحث عن العمل، وبخصوص بداية المشروع. كل واحد هون عم يعرض مشروعه ويحكي عن تجربته. هلا بالبداية أستاذ فاروق، أنت لما بيقولوا فاروق الموسوي، نعم، كيف تحب تعرف عن شخصك؟ أنا فاروق، أنا شخص اسمي فاروق أبدا يعني. إحنا يعني السيد والأستاذ وكل هذه لطيفة، هي تدل على تقدير الناس، فأني بكل تأكيد أسعد باحترام الناس. ولكن أنا اسمي فاروق من العراق، عمري 33، أسمى ناشط، أدير منظمة اسمها فكر تول، تم تأسيسها عام 2017، أني وهيجة أم الهيج. ومن ذاك اليوم إلى هذا اليوم أنا أعمل مدير بهاي المنظمة، وهناك ما قبل المنظمه هسه ما راح اخوض به، اتحدث بالنرويج من 2017 الى حد انا اعمل مدير منظمه نرويجيه مختصه بمجال التنوع والاندماج. هذا انا. لحتى بدات باداره هاي المنظمه، شو الخبرات اللي انت جمعتها بمسيره حياتك؟ نعم. من دورات، من امور تعليميه، من صقل للمهارات الموجوده، من الخلفيه التعليميه، هي كيف جمعتهم لوصلت لمرحلة انك تدير منظمة نرويجية بهاي المستوى؟ لطيف. انا حقيقة مؤمن انه انا من ولدت عام 2015 هو تاريخ دخولي الى النرويج كلاجئ. اكل عديد من الاشخاص ينسون هم منو. انا اذكر اول عمل تطوعي صار هو سنة 2004 او بداية 2000، عفوا نهاية 2003، كانت بعد ما تعرفون بعد 2003 صار ما عندنا لا شرطة تحمي المناطق، لا عمال ينظفون، لا ناس تنقل الغاز والنفط. فانخرطت مع شباب المنطقة بأعمال تطوعية. زين، هاي الأعمال التطوعية بدأت تتنظم، بدأت يصير أكو مثل ما نقول إنه روتين، ومن ثم ذهبت إلى تأسيس منظمة. فكانت أول منظمة
ذات نظام داخلي وأعضاء مجلس إدارة وتصويت يعني بهيكلية كاملة، وأنا كنت 19 سنة بال2009 واستمرت بهذا العمل المنظماتي لحين أنه أنا إجيت إلى النرويج. فشفت أنه حقيقة هذا بالإمكان يجي النرويج من أكثر البلدان الداعمة للعمل نسميه التطوعي للمنظمات المجتمع المدني. فشفت أنه أوكي احنا مجتمعنا بحاجه، وانا عندي هاي الامكانيه، وانا اعرف انه انا اقدر انفذ هذا النشاط، فدخلت بها والحمد لله وشكرا صار توفيق كلش قوي. الحمد لله الحمد لله. يا سكتني انا احكي هوايه، اذا تشوفني اذا تشوفني حكيت هوايه قول لي اسكت. ايه لا بالعكس، خذ راحتك واشرح الفكره بشكل كامل حتى الناس تقدر تستفيد من التجربه اللي لك. هلا اذا بدنا نختصر مسيره التجربه من وقت الدخل بموضوع الاداره لحد هاي اللحظه، شو اعظم التحديات اللي انت مرقت فيها وكيف قدرت تتغلب عليها؟ لطيف، طبعا احنا ما بهين هاي الاسئله ولكن عظيمه حقيقه، عاشت ايدك. يعني انا ما كنت اعرف شنو هاي الاسئله. أعظم تحدي أنا واجهته هو أنه أنا كان لابد أبذل جهد حتى أثبت مصداقية كلامي. يعني شلون؟ نحن مع من نتعامل؟ نتعامل مع المؤسسات الأكاديمية، أساتذة الجامعات أو طلاب بحث ماجستير أو دكتوراه. نتعامل مع المؤسسات الحزبية، الأحزاب النرويجية. نتعامل مع مؤسسات الدولة، نتعامل مع الشركات، نتعامل مع المؤسسات الصحفية. هذول كليتهم بالإضافة إلى مجتمعنا. زين، شنو اللي هذول شنو مشكلتهم؟ مشكلتهم إنه إمكانية الاقتناع بكلامك أنت كأجنبي صعبة، لأنه سبقونا العديد من الأشخاص، خلينا نقول إنه أخطأوا، ما كانوا جديين. فالآن أصبحت مؤسسات الدولة الناف اليو دي اي الام دي وغيرها والبلديات من تجي تطرح لهم مشروع ومشكلة، فما لح يؤخذ على محمل الجد بالبداية. زين، شنو هاي السبب؟ هسه الأسباب عديدة، ولكن شنو الحلول؟ الحلول لابد أني كل كلمة شباب، كل كلمة أقولها، كل رقم أقوله أخلي مصادر، وما أتحدث فقط عن مشاكل بل أجيب حلول، وهاي الحلول قبل ما أقدمها أدرسها وأدخل الجانب الأكاديمي. لأنه اليوم إذا قال فاروق إيه أوكي وبعدين، بس إذا أقول قال فاروق مدير منظمة وأخلي معي رأي أستاذ جامعي أي، وكذلك أشوف الأحزاب النرويجية شو تقول على هذا القانون. على سبيل المثال، إحدى القوانين اللي عملنا عليها إن الأشخاص اللي عمرهم أقل من 30 عام ولم يستطيعوا الحصول على عمل بسبب أنه هم ما عندهم لغة، لغتهم مو كافية، وهذول الأشخاص أنهوا برنامج الانتر. أنا عمري 27 سنة خلصت الانتر ما عندي لغة، فهذولي نطالب أن تعيدوا لهم برنامج الانتر، دخلوا لي الانتر من جديد. لأنه أكو أسباب نفسية، أسباب صحية أدت أنه إحنا ما قدرنا نتعلم واحنا بعدنا بدايه الشباب، فنريد قانون جديد. فما بالامكان اني اقنع الدوله فقط بكلامي، فجبت مستشار نفسي تحدث انه ما بعد الازمه، ما بعد الصدمه، صدمه اللجوء حتكون اكو صعوبه. كذلك ذهبنا الى الاحزاب النرويجيه نشوف من يدعم هذا الشيء، ونقدم لهم للدوله انه مشروع قرار، مشروع ومن تعبكم، انا مشتغل لكم من ناحيه اكاديميه ومن ناحيه حزبيه ومن ناحيه اجتماعيه، وحتحلون مشكلة تفضلوا. فحتى توصل إلى هاي المرحلة هذا جهد عناء. والحمد لله وشكرا تعلمت من البداية، فقدرت أنه ما أقدم مقترح ما إلى قيمة، ولا أخذ وقت الدولة ولا وقت الأحزاب بأشياء ما إلى قيمة، يا أما أذهب لشيء حقيقي مؤثر بينا كأجانب أو لا ما أذهب يعني. هذا كان أكبر التحديات، أنه إقناع الآخرين بالأفكار أو الاقتراحات اللي عندنا. هلا بدي أحكي شوي عن موضوع برنامج جيف إنفو. كيف بدأ كفكرة؟ كيف طورتوها؟
هلا في حتى اجاني انا سؤال عن موضوع برنامج كيف جيف انفو، انه موضوع لم الشمل، شو هي يعني اختصر الطرق لحتى يحصل يقوم فيها موضوع لم الشمل، او كيف تكون محققة للشروط ويحصلوا على بس بالبداية خلينا نحكي عن جيف انفو لحتى المشاهدين يعرفوا شو هو البرنامج. مين طبقة جيف انفو؟ واقعا واقعكم احنا منظمتنا فكر توك، يعني خلينا نسميها الشمسية المنظمة اذا ما فكر توك، تأسست بال 2017. فكر توك بها عدة مشاريع. عندنا مشروع للنساء اسمه هن، اللي احنا بشكل اسبوعي عندنا نشاط صناعة السوشي، دورة حول العمل، دورة حول الصحة بالوجه، القضايا النسائية عديدة. كل أسبوع عندنا نشاط، وهذا أيضا من سنوات. عندنا نشاط لأصحاب الشهادات العليا الحاصلين على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، هذا برنامج الدير هيغة أم الهيغ، والبرنامج لمساعدتهم للحصول على عمل بشهادتهم، هاي لأصحاب الشهادات العليا. عندنا كذلك برنامج للشباب، كذلك برنامج للشباب اللي يريدون يأسسون مشاريعهم اسمه كروسورد. وإلى حد الآن قدمنا يعني فقط هذا العام، طبعا هو اتصال لسنوات، ولكن هذا العام قدمنا 18 دورة. فاللطيف يعني فشي حدث لطيف، أحد الشباب قال لي فاروق شو وقت نخلص؟ أنا خلصت فلوس رأس المال مال المشروع على أجور الطريق. قال لي فلوس رأس المال خلص على الطريق، شو وقت إني ومستمرين بيها. فهاي عدة برامج، عدة مشاريع. أحد هاي المشاريع أيضاً قلنا تحت فكر توك اللي هو جيف إنفو. جيف إنفو شباب انطلق نتيجة أنا يومياً كانت تدخل لي اتصالات بشكل شخصي، إنه الناس تسأل يتصلون علينا. النقطة الثانية لاحظنا إنه إحنا يومياً أنا كإنسان أتخذ آلاف القرارات، يعني هسا أنا أشرب مي أو قهوة هذا قرار، أقعد هنا أو هناك قرار، ألبس هاي ستها أو ستها أخرى، كل هذه القرارات. فإحنا دا يصير بينا كأجانب بالنرويج دا نتخذ قرارات ونتيجة المعلومات الخطأ، الإشاعات، النيو سيتويشن، يعني وضعية جديدة، النصائح مو صحيحة، هي قوانين معقدة أصلا، فدا نتخذ قرارات ولكن هي دا تكون يا أما خطأ أو دا تكون مو الأفضل، يعني هو مو افضل قرار. زين، فهذا ايش يؤدي؟ الناس دي تتاخر، دي تخسر وقت، فلوس، اعصاب، حرك اعصاب. احنا نقول بالعراق انه انت تبقى قلق. زين، كله بسبب قرار. فاحنا شفنا انه اوكي، اني عظيم جدا انه اسوي دور لصناعه الورد، تزيين الورد، دور لكذا، بس شنو فائدتها؟ انه اني اذهب لكوش حتى اسس شركه بس انا عندي مشاكل مع صاحب البيت، شنو قيمه انه انا صار عندي عمل فاست يوب بس انا عندي مشاكل مع اليو دي اي، شنو فائده انا جبت عائلتي بس عندي مشاكل مع البرنفان، زين شنو فائده انا جبت اطفالي بالمشمل ولكن عندي مشاكل مع المدرسه. فاحنا شفنا انه فكره الدوره الكوش عظيمه ولكن مو كافيه. انا اليوم كشخص اجنبي محتاج لي مستشار خاص بي، مستشار خاص يكون معي في كل مكان مع يعني حطيكم شيء لطيف، بيني وبين جواريني اكو شارع، هذا الشارع اللي هسه صفي، هذا من يوقف سيارته بي؟ انا او هم؟ الكن اثنيناتكم، الاثنيناتنا، في حين هم عندهم سيارات جدا كبيره وانا عندي سياره واحده. بس اذا نجي للواقع، فانا هسه كلاجئ جديد هذا شيء جديد بالنسبه لي، احتاج مستشار. دقيت على جيف انفو، السلام عليكم جيف انفو، انا جواريني ما اعرف هذه الحدود الي لو الي. جيف انفو قالوا لي لحظه، انت في اي مكان وين كذا؟ تفضل اعطينا عنوان بيتك، تفضل استاذ هاي الخرائط الحكوميه، هذا بيتك ينتهي هاي حده، جابوا لي صوره على بيتي، الحدود مال الارض مال البيت. طلعت صارت عندي حادث بالسيارة أو أريد أشتري سيارة، قالوا السلام عليكم شنو الأشياء اللي لازم أسويها قبل شراء سيارة؟ مع البارنفان، مع البلدية، مع كله. فأنا عندي مستشار خاص بي، مستشار ما أعرفه ولا يعرفني،
فماكو مشاعر، احنا بيننا وبين المشتركين ماكو مشاعر. فنعم انا بين سبيني وبين نفسي اتالم من اشوف الناس واقعين بالمشاكل، ولكن من ناحيه عمليه ماكو مشاعر. يتصل علي زوج زوجه ماخذين اطفالهم يبكون، انا مهم جدا انه اني ما اتفاعل، لانه اذا انا قاعد اتفاعل والطم وابكي معك وانت تلطم وتبكي، بعد منو حيساعد منو؟ ما في حل صح. ماكو. فاحنا نعمل بشكل مهني انه ما ندخل بالقصه، ما نتفاعل، نجاوب على اسئله الناس بدون ما نقدم نصائح، لانه النصيحه مبنيه على شنو؟ على التجربه او المشاعر او احنا ما نقدم نصائح، فقط معلومات، جواب على سؤال، على اي سؤال يخص بالنعوج. فهذا اللي وصلنا له، وصلنا لمرحله انه الناس حتى ما ترتكب اخطاء لازم يكون عندهم مستشار خاص بهم. فطلعنا هاي فكره جيف انفو، وكل الشكر لهيجا، لانه الجدحه الاولى كانت من ام الهيج. فانطلقنا، اضيف شويه، احنا ما انطلقنا قلنا يلا جيف انفو خلينا نطلع نسوي. انا وهيجا قعدنا 6 شهور كامله، 6 شهور احنا ندرس المشروع، درسناه بالتفصيل. أنا بتمنى تركزوا على النقطة هاي، والله كيف العظيم بدأ المشروع، لأنه موضوع بداية المشروع هو أصعب شيء بالمشروع دائما. أول مش يعني البداية المحطة الأولى إحنا شفنا أكو مشكلة، الناس ترتكب أخطاء فظيعة تخسرهم وقت. أوكي الأسباب، إنه شرحنا الأسباب، ما عندنا معلومات خطأ كذا كذا. أوكي الحلول، لازم يكون عندهم واحد زين. ليش أنا فرق ما أرتكب أخطاء؟ لأنه عندي مستشار اللي هو هيجي شريكتي بالعمل، فأنا دائما أرجع لها، عندي المستشار القانوني مالتي، إذا شو الفرق عن فلان زيد؟ هو دا يرتكب أخطاء أنا ما أرتكب، أنا دا أحصل على المعلومات الصحيحة من المستشار الخاص بي، ليش ما زيد وعمر وعبد الله يحصلون أيضا؟ فإذا نسوي لهم مستشار خاص بيهم، زين. فمن أنا قعدنا خلينا نفكر 6 شهور، فكرنا كم موظف نحتاج؟ الموظف كم مكالمة بالإمكان ياخذ باليوم؟ زين. كيف نتاكد انه الاجوبه صحيحه؟ احنا دربنا اجوبه، من يقول اجوبه صحيحه؟ فسوينا نظام خاص لهذا الشيء. زين، نظام الاتصالات كيف يتنظم؟ زين، سريه المعلومات كيف نحافظ عليها؟ زين، اليه الدفع، اليه الاشتراك شلون تصير؟ زين، من ناحيه اقتصاديه هذول الناس اللي حيجون هم ياكلون هواء، ياكلون اكل طبيعي، زين هذا حقه فلوس، هذا مو مجانا، فانت لازم تدفع لهم رواتب. فاحنا ما قبلنا متطوع واحد في جيف انفو، كل الموجودين عقود وعقود فاست، لانه الناس دا تطلع من ساعه 9 الصبح، يعني زملائي من 9 الصبح يفتحون الكمبيوتر ياخذون اول مكالمه للـ5، هم قاعدين بالمكتب وعندهم عوائل واطفال. ففكرنا من ناحيه اقتصاديه، فكرنا بالحياديه، نحن ما نميل الى اي جهه حكوميه، فجيف انفو ما حصل دعم من اي جهه ابدا. هذا بيخليه مستمر، بيعطيه استمرار دول قلبك. ليش؟ لانه المؤسسات الحكوميه هاليوم اعطتك هاي الهديه، هذا الدعم، ثاني يوم ما تعرف انه هذا الدعم موجود او لا. فانت كيف تعين مغلفه بس اكتب من الكلام. فانت كيف راح تعين اشخاص وانت ما تعرف بعد 6 شهور حتدفع لهم راتب او لا؟ فسوينا انه الدعم يكون هو المشروع يدعم نفسه ويستمر بدون مبالغه 6 شهور. احدى النقاط اللي سويناها حتى نعرف المشروع حينجح، 100 شخص وهم لعله حيشوفوني الان، خليتهم اختاريتهم نساء ورجال، كبار وصغار، قدامى وجدد، عراقيين سوريين مغاربه من كل الدول، واتصلت عليهم واحد واحد. آسف أرجوك، الشريحة اللي استهدفتها هي فقط المغتربين أم استهدفت الشريحة اللي عايشة بالنرويج النراوجي مثلا؟ لا، هذا فقط الأجانب الناطقين باللغة العربية، فقسم أكراد، قسم عرب، قسم أمازيغ اللي يتكلمون باللغة العربية. فظليت أسألهم 5 أسئلة عن المعلومات، شرحت لهم المشروع، سألتهم ايش قد تعتقدون انه الناس رح تشترك، سألتهم انه الناس تواجه مشكله بالمعلومات، وسألتهم على التكلفه، انه قيمه الاشتراك 500 كرون جيده او غير جيده.
وعدة نتائج موجودة سنة. 72% قالوا 72 أو 73 قالوا إيه نعم نشترك، 100% قالوا المبلغ قليل، و100% قالوا بدون مبالغة إنه أنا عن نفسي أشترك، بس ترى البقية ما يشتركون. يعني أعطى إجابة عن الشريحة على 100 شخص، 100 شخص قالوا ترى أنا أشترك بس دير بالك ترى الأجانب احتمال ما يشتركون، وهذا اللي ما حدث. الحمد لله جاوزنا 6000 عائلة. الحمد لله. فهذا الشيء انه احنا درسنا استغرق نطينا وقت جهد ضخم 6 اشهر احنا ندرس المشروع، فمن انطلقنا في شهر 11 من عام 2020 من اول شهر احنا عدينا الهدف مال عدد المشتركين اللي لازم يجون. من اول شهر ولا زالوا المشتركين اللي حيشاهدوني شهر 11 عام 2020 ماكو طلعت. يعني انا شويه لعلود حضرتك تعرف المشاهدين انا شوي نشط على السوشيال ميديا، فمن اول شهر الحمد لله قدرنا نوصل. الحمد لله ان شاء الله بتم بالاستمراريه وبالعطاء ويكون مشروع. يعني هو حتى المشروع اللي قلنا مريح لنا، يعني نحن وقت اللي بيتم نحصل على اسئله ومضطرين هاي الاسئله نعطي اجابات عليها من كل لا تفضلوا في هاي جهه بتجاوبكم عليها مؤهلين متخصصين بالإجابة. إذا بدك أنا أجاوبك كصديق ككذا بعطيك الاستشارة، بس في من متخصص أكثر مني مسؤول عن كلام أنا ما في يكون نعم. مسؤول باختصاص هو مؤختصاص. ف يعني مشروع جيف إنفو بيأمن راحة لباقي المنظمات يعني ولباقي الجهات. يعني أنا بشخصي بدون مبالغة أنا بشخصي أستخدمه. يعني هذا مثال آخر أقول، ذاك يوم عطلت عندي الشاشة مال الكمبيوتر دقيت عليهم على قلت لهم مرحبا استاذ تفضل، قلت له انا كمشترك ممكن عندي سؤال شنو، قلت له الان انا طلعت من شركه ماك وكان غالي التصليح، ممكن تقول لي شركه رخيصه وجيده وباوسلو بدون مبالغه؟ قال لي اوكي. دقيقتين قال لي انا دزيت لك رساله بها 3 شركات، اقرب شركه عليك هذه، رحت صلحتها ب 1500 كرون وقبل كان لازم ادفع 13 او 12000 كرون. فالقصد انه راحة مو طبيعية وانت تكون مطمئن، لانه اي جواب حيتم تقديمه لحضرتك شو نسوي؟ انا وزملائي نبعث الدليل القانوني برسالة SMS حتى يكون مصداق على يعني على كلامنا. او حضرتك من تذهب الى الناف البلدية البوليس اليو دي اي مديرك في العمل ما تقول لأ انا سمعت او قلت او لا تفضل هذا الدليل القانوني. طيب انا عندي هيك تساؤل، حتى هذا التساؤل مثل ما قلت لك كان من شاب انا جاي على الطريق لهون، كنا جايين انا وياه بالسياره لهون، فهو عنده هذا التساؤل عن موضوع لم الشمل، خليه يتصل ويشترك بس الفكره اللي له انه هو كقوانين قريان القوانين، اذا مثلا في دائما بيكون بالقانون في روح القانون، فهل ممكن خدمة جيف انفو تشرح روح القانون؟ نعم. يعني مثلا القانون مبين لم الشمل يحتاج شرط كذا وكذا وكذا، بس هني ما راح يكتبوا في حال فرض اذا كان طالب ماجستير يحق له كذا، او في حال كذا يحق له كذا، ففي دائما وراء كل قانون في خطوط عريضة وفي فضفاضة مثل ما بيقولوا. احنا نتيجة انه عندنا فقط الأستاذ حسن أحد زملائنا واحد هو مجاوب إلى حد الآن يمكن يتجاوز 20,000 مكالمة، يعني إذا أدخل على السيستم 20,000 مكالمة 20,000 سؤال وجواب فقط موظف واحد، وأنت تقدر تتخيل بآلاف مؤلفة من المكالمات دخلت لنا. أي فقط يكون الجواب حاخذ فقط خيار واحد اللي هو الأستاذ حسن وأفوت زين. فنتيجة كثرة هاي المكالمات فصارت خبرة كل جيدة عند الموظفين بكثرة الحالات. فيعني الآن إذا أفوت على الأستاذ حسن، أستاذ حسن مجاوب على 20,605 سؤال. عشرين عشرين
أنا يعني بسأل هاي أبعد هاي أسماء الأشخاص، 20604 سؤال. إذا نجي على الـ UDE، فقط UDE، إنه كم سؤال متعلق بالـ UDE هو مجاوب. الآن الحسابة بتحسب، والساعة بألف جنيه. ده أحسب فقط الـ UDE اللي احنا عندنا، فقط على الـ UDE أستاذ حسن مجاوب 9887 سؤال. سؤال حول الـ UDE، وطبعا ما يجاوب إلا يقدم الدليل القانوني. زين أوكي، هاي إحنا ما نجاوب فقط نتيجة إن المعلومات الموجودة بالـ UDE، بل نرجع إلى القانون الخلفي، يعني نفصل الكلمات القانونية، الجمل. وبالعديد من الأحيان إحنا على تواصل مستمر مع الـ UDE، لأنه تصير عندك حالات ما لها نص قانوني، أو لازم تدقق بكل شيء بالتفصيل. فهاي الميزة اللي موجودة، يعني إنه أنت تفصيل القانون نعم. هاي تلقى نعم موجود عند الزملاء. أنا أبو البرنفان مو أبو الـ UDE، فما لحقت أجاوب على إحنا متخصصين موزعين القضايا. فأني القضايا متعلقة بالعنف المنزلي، بالجرائم، بالتهديد، الابتزاز، الاغتصاب، هاي القضايا شوية صعبة تلقاها يمي. وكذلك من ضمنها البارنفان، زملائي ماخذين قضايا الـ UDE والناف وغيرها. فما لحقت أجاوب بالتفصيل على شنو أحدث قوانين حول المشهد. لازم يتصل على قفل انت وعلى 40,585. يا هلا انا بتشكرك استاذ فاروق. شو خلصنا؟ لا احنا خلصنا جزء. خلصنا جزء هلاك، وبنشوفكم بالحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا لكم. هذا الجزء خلص. ارجوكم لا تترددون، اذا كانت عندكم اي اسئله اتصلوا علينا على رقم 40,585. حكون اني وزملائي بخدمتكم، وانا كمان بخدمتكم. تحياتي. اهلا وسهلا.